مشاهدي قناة المصرية الفضائية وحلقة جديدة من برنامجكم مختصر المفيد. حلقتنا اليوم حلقة عن القضايا الاجتماعية، واليوم قضيتنا قضية مهمة جدا. لقد عصبت وكثرت في مدينة الموصل، وهي كثرة حالات الطلاق وتعصبها في المجتمع المصري والمطالبة بحلول جذرية للحد من هذه الظاهرة. ضيف حلقة لهذا اليوم الأستاذ محمد زكي، قاضي متقاعد، وست أمان العبدلي، حقوقية، حتى نتعرف أكثر على أسباب هذه الظاهرة والحد منها. تابعونا. أهلا وسهلا مشاهدي قناة المصرية الفضائية، أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا ست أماني. أستاذ محمد، أتعرف بحضرتك. القاضي المتقاعد محمد زكي عبد الله العبيدي. نعم. ست أماني. المحامية أماني العبدلي. نعم. أستاذ محمد، إحنا موضوعنا اليوم عن كثرة عدد الطلاقات في المجتمع والمطالبة بمعالجات جذرية حتى نحد من هذه الظاهرة. فما هي أهم أو الأسباب الرئيسية لحالات الطلاق؟ طبعا حالات الطلاق كثيرة المسجلة في المحافظة، وقياسا الحالات المسجلة في سجلات المحاكم حالات متعددة، وأكو حالات تافهة لأسباب تافهة ما تستوجب الطلاق قد تحدث في المحاكم، وهذه لها مسببات حالات الطلاق اللي تحدث. عدم الانسجام بين الزوج والزوجة، ونتيجته خاص سيما إذا كان عندهم أطفال، وإذا كان عندهم أطفال المصيبة أعظم في حالة الطلاق. هذول راح يكونون يعني مشردين الأطفال، يعني مثل ما يقول العاقبة عليهم. بعدين أكو مسببات يعني أسباب الطلاق، الزوجة تطلب الطلاق من زوجها لأسباب معينة. مثلا على سبيل المثال الزوج ما ينفق على الزوجة أو على بيته بالأحرى، إضافة إلى المشاكل اللي تحدث بين الزوجين. هذه تسبب ضرر للطرفين، خاصة ضرر للزوجة. يعني مثلا إيش السبب؟ الزوج ما يلتفت إلى بيته، إلى دار الزوجية، تشوفين مثل ما يقول هو برأي وهي برأي شكل، ويتعسف مرات تربيتهم، تربية الأطفال في حالة وجود عندهم أطفال. بعدين المشاكل اللي تحدث قلنا مشاكل تافهة ما تستوجب. الحياة الاجتماعية تكون متفككة بين أتفه الأسباب، يلجأ الزوج للطلاق. حالة يعني ما كنت في الدراسة أنه ما تخليني يلجأ للطلاق، يعني رأسا يتهور ويتسرع بالطلاق. ومن أسباب أخرى المشاكل الزوجية بين الطرفين تسبب ضرر للطرف الآخر. نعم. إضافة إلى الخيانة الزوجية هم لها سبب بوقوع الطلاق، الخيانة الزوجية. أكو أسباب الطلاق، مثلا زوجة تطلب الطلاق من زوجها إذا كان الزوج أو إذا كان أحد الزوجين مبتلى بمرض لا يرجى شفاءه. هذه حالة من حالات وقوع تطلب الزوجة الطلاق إذا كان الزوج مبتلى بهذا المرض. يعني هل هذا يعني إحنا نعتبره إنه إذا طلبته إنه هذا لها حق بهذا الشيء إذا كان عنده مرض؟ إذا ثبت. نعم. إذا ثبت بالتقارير أنه الزوج مصاب بمرض، فيستحيل استمرارية الحالة الزوجية بين الطرفين. من حقه تطلب الطلاق. تثبت بتقرير طبي أنه هذا كذا مصاب، من خاصة من الإصابة الذي لا يرجى شفاءها. من حق الزوجة. وأكو أسباب أخرى إذا لاحظها. هاي كلها نعتبر أسباب رئيسية أستاذ محمد؟ أسباب رئيسية. هذا سبب رئيسي للطلاق. الزوج إذا كان مصاب بمرض. بمرض هذا لا يرجى شفاء. وحالات الإدمان على السكر والخمور. يعني الزوج تشوفينه دائما، أكو أزواج مدمنين على السكر والخمور، ما يلتفت لبيته، يسبب ضرر لزوجته ولأطفاله. فهذا دائما ينغمر بهاي يعني حالات السكر
مثل ما يقول دائما يتصرف تصرف يعني خارج وعيه، خاصة من يكون سكران أو مخمور. فيجي ما يشوف مثلا بيته، مثل ما يقول زوجته ايش تحتاج ما تحتاج، أولاده، لأن شنو هو راح في خيال السكر والإدمان، هو مدمن على السكر، يعني يوميا لازم يتناول الأشياء المسكرات. مسكرات، نعم. هذا سبب هم يعتبر رئيسي من حق الزوجة أنه تطلب الطلاق من زوجها، تقول مثلا هذا هذا هم يكون له حق. أي نعم، يكون له حق بالطلاق. نعم. تم تثبت بتقارير طبية، طبعاً هنا المحكمة تتحقق من صحة هاي الأشياء. نعم. بعد التحقق من صحة الأشياء، مثلاً هذا مدمن على الخمور، تقارير طبية، المحكمة تفرق بيناتهم، يعني. نعم. تفرق الزوج عن الزوجة. قلنا مثلاً مع حالات كثيرة وأسباب أخرى لها مسببات للطلاق. نعم. ست أماني، أستاذ محمد ذكر لنا عدة أسباب، هل أكو أيضاً أسباب رئيسية أخرى؟ لا، ما هون الأستاذ يعني ذكر أسباب ما شاء الله أولوية، بس أضيف على ذلك شيء، المقدرة المالية، يعني هسه نحن يعني احنا نعتبر المقدرة أسباب يعني اقتصادية مثلا اقتصادية. نعم. التقسيم مالتي كتقسيم، خلي من أول شيء هسه كمجتمعنا المرأة عندها أول شيء أنه هسه كواقع هالحال. نعم. أنه عندها المقدرة المالية أهم شيء، هذا. نعم. أهم شيء، تمام. فيما بعد عندنا الأهل. نعم. الأهل إذا كان طرف الزوجة أو طرف الزوج، الطرفين خلاف، وإنه الأم مثلا هي الأم تمنع بنتها، إنه يجوز هي يكون لو جزء من يعني تجي للمحكمة عنده إنه أكو أمل معين قليل إنه يجوز ترجع الزوجة. نعم. هون الأم تقف عائق، لا ما ترجعين، ما ترجعين. سبب الأم إنه تناقش شوية مع الأم إنه ليش أنت ما تخلين، يعني هي أكو أمل إنه للرجوع بيناتهم، تقول لا إذا رجعت لا أخاف تستوقف، يعني يصير مشاكل أكثر، لا خلي منها سنقطع الطريق وبيناتهم وخلص ينتهي كل شيء. نعم. هذا واحد، يعني مشاكل أهلي، الأهل أخلي بالدرجة الأولى أنا المقدرة المالية، الثانية الأهل، وكما ذكر الأستاذ هوني الأمراض، يعني هذه هم مسببات رئيسية أساسية في وقوع الطلاق. العنف. العنف. نعم. العنف ذكر هم الأستاذ هوني، العنف كذا، المسكرات، سبب العنف يجي من أنه. نعم. هو سكران، وهاي الحبوب والتعاطين تتأثين بها، ذكر هوني الأستاذ أنه هاي الحبوب هاي. كذلك الأمراض، يعني. نعم. التقسيمات تكون على أربعة، قلنا المقدرة المالية، الأهل، العنف، المسكرات والأمراض. نعم. كذلك. نعم. ست أماني، ما هي أهم العوامل اللي تجعل الحياة صعبة للاستمرار بين الزوجين حتى تؤدي إلى حالة الطلاق؟ أي أنا مثل ما قلت لك الحياة صعبة قبل، خاصة يعني إحنا نحكي بالوقت الحالي. الوقت الحالي أنا. نعم. كلها سأحكي لك واقع حالي اللي أنا عاد أشوفه بالمحكمة. نعم. واللي عاد أمارسه هذا الشيء بالمحكمة الأحوال الشخصية في الموصل. نحن نخشى قبل، يعني نحن قبل المرأة إذا كان الزوج عنده أو ما عنده، يعني ما يخالف إنه هي تضل بيت زوجة تتحمل إنه هو ما عنده مقدرة عمالية، ما عنده يعني ما يتقي يوفر لك الشيء، عادي تتحمل. بس الوقت الحالي التطور. نعم. اللي صار بالمجتمع من يعني متطلبات الحياة ومن متطلبات المنزل كله، يعني وهي ملبس مأكل مشرب. نعم. غير عن قبل، غير عن قبل. قبل إذا كان يعني حتى كنا نحن حصار كان أكو عادي يأكلون أشياء، يعني كان نقول مثل الفروقات الاجتماعية الموجودة. إيه بالمجتمع طبعاً طبعاً هذا أيضا المجتمع وين استعطى نحن وين عن قبل. نعم. الزوجة ماكو، ما عندي من يقل للزوج انه انا ما عندي، اصبري هاي ما يعني ماكو الشيء. اي اقتناع، لا ماكو. نعم. اي اقتناع بالواقع انه. نعم. انا هذه مقدرتي المالية، هل انت تكتفين بهذا الشيء؟ ماكو، لا خلص انا اغيد يعني اذا اغيد بالبيت اثاث هاك الشيء، اغيد يعني ملبس من هذا، اكل من هذا، طلعات جيات قبل، يعني حتى يعني هسه نحن التطور كمحافظتنا نحكي او العالم كله تطور، طلعات جيات، سياحه، قبل ما كان هكذا الشيء، المراه تظل بالبيت على اولادها وخلص يعني. نعم. مجرد بيت، هسه هي ان كانت موظفه او كانت ربه البيت، هسه ربه البيت ما تميزيها كلبسها واناقتها وطلعتها وجيتها، ما تميزيها عن موظفه، هي ربه بيت بس هي. نعم. تحب الطلعات ولا هي. هذه كلها مصاريف تقع على عاتق الزوج. نعم. هون الزوج اذا مقدرته الماليه قليله ما تقي يوفر له، هون ايش راح هي راح تشع المقابيلة الأطراف جوينين صديقات إنه هي. نعم. هذوك كش عي يتوفر لهم وهي ما عي يتوفر، هوني يحز بقلبه، يعني نقول نحن على قولتنا يعني يظل بقلبه هذا، فتقوم تخلق أي مشكلة هي ما لها داعي ولا تتحجج بينه على الزوج،
وتخلق المشاكل، تزعل على بيت اهلها تروح، ومن بقى من بيت اهلها تقيم الدعاوي واهله زين والاماي والاهل وهاي يلا وقيم الدعاوي. نعم. يعني انا هذا الرئيس الحسب انا ما عاد اخشعه والواقع له، بس انا قلكي كل هاي الضحيه اللي اي روح هي اطفال. البياناتهم كلها الضحيه بين اذا كان الطلاق مقدم قائمة الدعوة كانت الزوجة أو قائمة الدعوة هو الزوج. نعم. الضحية هي الأطفال. أستاذ محمد. نعم. التواصل الاجتماعي أيضا يعتبر من العوامل. نعم التواصل الاجتماعي. نعم. يعتبر، بس العفو أكو حالة الطلاق تحدث حالات. نعم. الطلاق استخدام العنف الأسري، يعني الزوج. نعم. دائما أسلوب عنف معي يقتل زوجته يعتدي عليها. طيب العنف انت يعني من ايضا له اسباب. له اسباب. نعم. نعم. هاي الاسباب قسم منها ذكرناها، هاي لها دخل، يعني اسلوب قسري مع. نعم. العائله مالته تنعكس هاي على الاطفال. وشعين يعني مثل ما يقول ما راح يكون توافق احترام داخل التوافق بيناتهم. نعم. الانسجام. شوفي تلجأ الزوجه الى المحكمه تطلب الطلاق، ليش؟ والله دا يضربني. لا وفعلا يعني اكو كثير، احنا انا من خلال اشتغالي وهذا يعني كثير زوجات يعني وقع عليهم اعتداء من قبل الزواج، جابت له تقرير طبي، ومره هاي تنجرنا الى محكمه الجنايات مره في مره من المرات. نعم. جابوا لنا شخص بدنا نحاكمه بالجنايات، زوج ضرب زوجته بخشبه كسريده. قال حق تاديب الزوج زوجته من جابوا لنا. فكان رئيس المحكمة قال له زين أنت شو تعرف؟ قال له شايل القانون. قال له أنا بالقانون عندي حق. قال له حق تأديب الزوج زوجته، مو زوج أنه تكسر فقر من جسمه، كسر إيده. قال يعني مو عنف أنه يكون بأذى. إيه بأذى. سبب لأذى أو إعاقة. يعني سبب يعني مثل ما يقول شو ما يعنفه بشكل قسري، يعني مثلا أنه كسر إيده وإيده مكسورة ثبت من خلال التقرير الطبي. نعم. هاي سببت العاهة مستديم. فكان الإجراء أنه طلاق أم لا؟ إيه وقع الطلاق. نعم. إيه نقول أنه وقع اعتداء علي ضربني وكذا، وما ما تنجب بس للزوجة. كثيرين يعنف الأطفال، أطفال يعنفهم. نعم. يعني مو راح يكون التعنيف للزوجة فقط. لا لا. وإنما الأطفال. ولهذا ليش السعدان اغلب الحالات اللي تجي بالمحاكم العنف مو بلا ما انه اقطع كلامك استاذ، العنف بس مو انه يكون للمرأة، احتمال الحرمان من تعليم الاطفال عدل صح. كثير حالات يعني موجبات الطلاق كثيره. نعم. ست اماني، يقال ان هناك شرط رئيسي هو عدم القدره على انفاق بين الزوجين، ذلك بسبب وجود مثل ما تحدثتي مشاكل. فهالمشاكل طبعا راح تصير عوائق تستحيل انه الحياه الزوجيه تستمر. شنو هو هذا الشرط؟ هو نقلتي عندنا مثلا اذا كانت المراه هي موظفه. نعم. يعني تقتضي راتب وهو ما عنده، يعني يشتغل كاسب. نعم. فهون المراه مثلا تيجي قدام القاضي تقول انا ما يعني انا ما من ما مسؤوليتي انه اصرف. هذا صح. نعم. حقه. هذا مصرف العام. ما من حق انا ما لي دخل انه اصرف على العائله او على الاولاد وعلى ولاد. طيب مثلا اذا نحن نحكي معاهم يعني مثلا ما يخالف هو عي يشتغل وانت يعني ايد وحده يعني لازم اكون مساعده. لازم. نعم. حتى تستمر الحياه الزوجيه. نعم. كم هو مقدرته الماليه قليله تقول يعني الامتناع هوني. اذا هو مقدرته الماليه ما عنده وهي عندها راتب تقول انا ما اطيق، يعني انا ما اطيق استمر الحياه معانه. نعم. لانه انا العاتق البيت كله ومصاريف البيت ومصاريف الاطفال كلها عيقه علي. فهذا سبب انه. نعم. المقدره الماليه اذا كان هو ما عنده هي عنده راتب وتاخذ، قلت انا ما اريد استمر معانه كون انا كل المصاريف شيء كله واقع علي. نعم. فهذا اعلى سبب يخليهم انه يتفقون. هذا هم سبب. يعني نعم. أستاذ محمد سيد أماني، إحنا نرجع نكمل حديثنا بعد ما ناخذ فاصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل وراجعين لكم. مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا ضيوفنا الأعزاء سيد أماني وأستاذ محمد. أستاذ محمد، هل انعدام المشاعر الحب والود بين
الزوجين، يعني لازم اكو شعور متبادل. نعم. هذا هو دور مهم بنجاح العلاقه. نعم. المحبه والتآخي والانسجام. نعم. هذا هو دخل. انا اضيف التسامح، يعني هذا هم ايضا مهم. نعم. جدا. التسامح والثقه ايضا. نعم. فاذا انعدمت هاي الاشياء يعني اصبح المجتمع الاسري متفكك، يعني ماكو انسجام بيناتهم، ماكو موده بيناتهم، ماكو تسامح. نعم. هذه كلها من الحالات اللي تؤدي الى الطلاق، سيما اذا كان مثل ما يقول مو هي اشنو شيء مرتبط بشيء. نعم. يعني مثلا مثل ما تفضلت الاخت اماني، يعني الزوج مثل ما يقول ما يصرف على زوجته، ما عنده بطال عطاء، ما عنده شغل عمل، هي عندها راتب، هي ما من حق من زمان حق نفقة الزوج على الزوجة الأطفال، يعني ما من حق. نعم. إضافة نجي هون التسامح والمحبة والمودة، إذا انعدمت يعني معناته أصبحت العائلة مفككة. نعم. ماكو يعني مودة وحب وانسجام بيناتهم، هذا. نعم. سبب يؤدي إلى الطلاق، من حالات أسباب الطلاق، والأسباب كثيرة يعني حقيقة بهذا. نعم. الموضوع يعني موضوع عميق وشائك. نعم. سيد أماني، إحنا الدين الإسلامي وضع أساسيات الأسرة إنه تكون يعني تتكفل إنه تكون سعادة واستقرار، مثل ما تكلمنا التسامح بين العائلة، فهذا يكفي الزوجين إنه يكون عندهم مشاركة. زين، إذا ابتعدنا عن هذا الشيء فهذا راح يسبب أيضا حالات طلاق. يعني إذا ما كان مثل ما تحدثك ومحبة وتسامح وماكو سعادة واستقرار. نعم. تمام. أنا مثل ما ذكرتوكي المودة والمحبة يعني اللي بيناتهم، أنا على اطلاع يعني. نعم. أكو شخص يعني هو وزوجته يعني إذا كل كانت فترة الخطوبة يعني طالت بيناتهم 6 سنوات. نعم. 5 سنوات وتزوجوا، فيما بعد تشعين أنه هي جت على الدعوة قيم أنه تفريق بيناتهم، إذا كان الزوج هو قائم التفريق أو هي الزوجة، يعني كان أكو اتفاق بين بعد محبة. نعم. يعني بعد أكو انسجام ومحبة وواحد يود الله، بس تخشعين لا والله نحن ما تقنسته، بس هو يبقى يعني عزيز عندي وانه انا احبه، اكو يعني الموده. طيب يعني لو كان هي قبل ما يجر على المحكمه، لو يجوز انا كان اكو اتفاق. نعم. هي متفقين ومتراضين جايين انه على المحكمه انه يوقعون التفريق بيناتهم. نعم. بس اكو انا اقول يعني لو كان هي مثلا انا اقول يعني الشيء شفته، لو كان حكوا يعني دخل شخص ثالث او احد طرفين، لانه هي علاقتهم عن محبه قد اخذوا بعضهم يعني عن حب، فمن الممكن كان يرجعهم. اكو هذا الشيء، لو يعني اكو اشخاص اكو او العائله مثلا الام عاد تمنعها، او هو مثلا امه اهله. نعم. يقولوا له خلاص يعني لازم تطلق، انشرطوا علينا وهي زي انشرطوا عليها، ومع العلم هي بيناتهم بعد اكو يعني حب وانسجام ويرغبون انه يرجعون لبعض، بس انا اقول كي الطرفين اهل الطرف الولد او البنت خلوا شرط اكو تاثير يعني تاثير تاثير. نعم. عليهم فيمنعهم من انه يرجعون لبعض، هذا رئيسي يعني. انا قلت لك انا رجعوا انا عندنا بالمحكمه انشرطت لما تروحين هذا وتوافقين. نعم. ونفس الشيء انت تطلقها ما ترجع، لازم تطلقها يعني انشرطوا عليه، فلازم يتخذون يعني كلام اهلهم، وهذا مع العلم هي في رغبه انه يرجعون لبعض. انا اعرف قبل يعني ما يصلون للدخول الجلسه حاله الطلاق او التفريغ، اكو باحث اجتماعي تحكي بيناتهم، فدور الباحث شنو؟ الباحث الاجتماعي يبحث يعني انه مسببات انتم جايين على ايش سبب الطلاق. نعم. يعني اذا كان يعني ما له دور انه يرجع بينهم، هو دور مع بعض او يعني عقلم يعني مثلا يصحى عقلم يعني انه انتم هذا طريق غلط وما يصير بيناتكم اطفال، راح يروح بيهم اطفال يعني ضحيه لك. نعم. فيصحي ضميرهم يعني ضميرهم. وهوني مثل ما ذكر هوني الاستاذ قال انه هي يعني اذا كان اكو رغبه بيناتهم، فمن الممكن هاي الرغبه البحث الاجتماعي يصحيها لهم يعني حتى يستطيعون يعني يستجابون. نعم. بس عندك هوني ازواج يعني انا قبل يومين كان عندي دعوه مع التفريق بين طرفين، فبدت الباحثه تحكي معاهم على اطلاعي يعني انا بيدي اثنيناتهم دخلوا على البحث الاجتماعي، لما دخلوا شرط كان الزوج عصبي يعني هو من طبيعته هو عصبي، شرط وقف قال لا انا الباحثه بدت حكي استهدي بالرحمن وقعد يعني عتهدينه، قال لا انا عندي شرط ترجع هسه تقوم ترجع معي، ما ترجع هسه ارمي عليها الطلاق.
هي الزوجة طلبت منه تقول له يعني قعد الباحثة خلي تحكي معانا وتسمع من عندي، أنا عندي بس شرطين، توفر لي يعني مسكن منعزل عن أهلك، أنا والله أرجع وكل شيء ما عندي والأولاد زي أرجع لهم. قال له لا هسا ترجعين وعلى شروطي ترجعين، فما رجعت ورمى الطلاق عليها وطلعت. يعني بحالة عصبية ما نعم. العلم الباحثة تستندج بينه أنه أقعد أستاذي بالرحمن وما يخالف وخلي نسمع منك، وهذا ما قبل. يعني اكو حالات عصبية من الزوج أو الزوجة مرات تمنع عصبية نعم. تمنع الباحثة يعني ماكو أي تفاهم نعم. إيه تناقشهم، لا أكو من ما ناقلك الباحثة تاخذ تنطي يصالحون. أنا هم صادفت عندي صالحوا عند الباحث الاجتماعي ونلغت الدعوة وتهدى طبط نعم الصالحوا يم الباحث ورجعوا. ها هي الباحث أهم شيء يعني دور كبير عندنا يعني أقصد أنهم الدين الإسلامي حرم أنه الطلاق الطلاق نحن قل أبغض الحلال عند الله. أن حالة من حالات الطلاق اللي كانت هي وسيلة التواصل الاجتماعي هذا كثيرة يعني بالمجتمع، يعني مثلا هذا الفيسبوك الانترنت خلينا نقول ايه فهذا يعني يا ما هجم بيوت بين الزوج والزوجة. شوفي مثلا الزوجة عندها شخص عشيق خلينا نقول تتحادث معاه وتتواصل معاه باستمرار، الزوج يطلع على شغله يجي بعدين، وفعلا صارت حالة من الحالات يعني أنا شفتوها من المحكمين على علاقة من قبل ما تتزوج نعم وتزوجت وخلفت أطفالتين واستمر العلاقة مع مع وعلاقة مع زوجها، بدأ زوج يعني يشعر أنه كأنما يعني متغيرة. بعدين عندهم طفل، يعني الطفل يجي اللي هي تخلي التليفون ماله جو اعتقد جو الدوشة، الولد ذكي نبه فيمسك ابوه يجيبه يقول له اقلب هذا يعني اكو شيء، فهذا من فكر رشع الرسائل فهذا مثل ما اقول يعني هجمان بيت. هذا هاي تعتبر خيانه زوجيه، خيانه زوجيه نعم. خيانه ايضا تعتبر من حقوق انه حق الطلاق اي من حق إيه؟ خيانه زوجيه من حق الزوجه ان يفارق زوجته اذا ثبتت الخيانه الزوجيه تقرير مثلا تقرير او مثلا شاهد الشهود نعم مصوره كلها ورقيه يقدمها الزوج للقاضي. استاذ محمد، البيئه الاجتماعيه اللي عيشها الزوجين هل لها اثر ايضا في الاستمرار بالحياه الزوجيه؟ هل لها اثر؟ لها اثر البيئه، البيئه الاجتماعيه اكو بيئه اجتماعيه خاصه يعني البيئة المتحضرة نعم. نشوف حالات الطلاق قليل ما يحصل عندهم حالات الطلاق يعني ماكو مثلا أقصد باجتماعي نحن نعرف أنه أكو يعني أسا مثلا عندنا بالمدينة تختلف عن تختلف الأرياف بالزواج عن الأرياف نعم. صح لو لا صح. يعني احتمال يكون بالقرية 12 سنة طبعا أو 13 تتزوج نعم فهذا الاقصد يعني السن المبكر اي بالضبط زواج القاصرات زواج نعم. القاصرات والقاصر من تتزوج ما تدرك الامور يعني هسه القاضي يتزوج 18 سنه بحضور ولي الامر يعني مثلا نعم. والده اذا ما يحضر والده ما تدرك نعم. بالعرب لا 13 سنه تتزوج وزواج عرفي طبعا زواج عرفي نعم. ويبقى زواج العرفي الى تصير عنده يصير عنده اولاد وهذا هي لا عنده الطفل دفتر نعم. هويه احوال مدنيه ويبقى الا ما الولد يصير عمره 7 سنين يدور له على حتى يسجلون نعم يسجلون هذا اكبر طبعا نعم. هذا هم يعني كارثه نقول بهالحاله يعني تحت هذا مجتمعنا. اما المجتمعات عفوا المجتمعات المتحضره نادر ما تصح يعني ليش نلاحظ يعني تدني النسب حالات الطلاق بالمجتمع مثقف، شنو الأسباب؟ شلون ينتقل؟ يعني مثل ما حكي إنه بالقرية شيء وبالمدينة شيء، فالمجتمع المثقف والواعي نشوف حالات الطلاق بنسب قليلة جدا، شنو السبب؟ طبعاً الوعي والثقافة والدراسة يعني تتقسم نحن نقول أهل المدينة هوني يعني قد درس يوعي يعرف عنده ما مثل أهل يعني ما دارسين الريف اللي نقول عليهم نعم. يجهلون يعني فيصير الزواج يعني عمره 12 سنه 13 سنه يعطيها الاب نعم. بعقد مثل ما ذكر يعني خارج المحكمه عقد ملف وتتزوج. هل اكو عقاب لهذا الزواج يعني اقصد يعني لا والله ما اقول هذا انا حكيم لا ما ادعى لا ماده قانونيه ولا عقوبه اي ماكو عليه واذا كان اكو يعني اعتقد انه يخفلك يخف تحصل حالات العفو تحصل حالات طلاق مثلا زوج طلق زوجته بالمحكمة أو مثلا أي بالمحكمة طلق
ويريد يتزوج زواج ثاني لازم ياخذ موافقه الزوجه الاولى قبل الطلاق، يعني هي على ذمته، على ذمته الشرعيه، ويروح يتزوج زوجه ثانيه. فهون القاضي لازم ياخذ موافقه الزوجه الاولى على الزواج من زوجه ثانيه. احيانا ما ياخذ موافقه الزوجه الثانيه، يبعثوا له تبليغ ما تخبر اي حجه اذن بالزواج من زوجه ثانيه، يروح يتزوج. بعدين ايش يعمل؟ المرأة مثلا تشتكي علينا، تقول مثلا زوجي تزوج علي، طالب حقوقه. والطالب حقوقه طبعا. اي كذا. فهو ايش يعمل؟ تقام علينا دعوة تحقيقية بعد قاضي التحقيق. تتخذ الإجراءات فيحال على المادة 5 المادة 10 فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية. كل من عقد على زواج على زوجة ثانية بدون علم زوجته الأولى. والعقوبة طبعا تكون هاي طبعا جنحة تصل من الشهر الى 3 سنوات. اي هذا من الحكم بهاي الماده سجل عليه قيد جنائي. اما مثلا المحاكم مرات احيانا القاضي يتعاطف معانا وما يحكموا عقوبه الحبس، يروح يلجا للغرامه، يدفع الغرامه، الغرامه ما تسجل قيد جنائي. هاي حاله من حالات الطلاق واللي ترتبط بالزواج من زوجه ثانيه. مثل ما تحدثت ست أماني، تدخلات بين العوائل هي هاي اللي تساعد بوتيرة الطلاق، مثل ما قلت الأم، تأثير الأخ، تأثير الأخت. والله أنا يعني أذكرك، أنا الشيء اللي عاد أخشعه هسه كرئيسي شيء الأهل. يعني أنا عندي يعني أدحق، يعني أحضر حتى الجلسات مثلا إذا ما كان، يعني عندي مرافعات وأحضر لحين يجيني يعني مرافعتي، أحضر أخشع الأم، تأثير الأم أو الأب من طرف البنت، والأب والأم من طرف الولد. نعم. إيه يعني يغصبون الولد، يعني غصب غصب، يعني هي جايين أم أصلاً حاضرين معانا إنه تفوت هذا وخلص تنهي الموضوع وتطلق، وهي زي نفس الشيء تطلقينه، تخلعينه، تخلعينه خليه يروح ينتهي وخلص. حتى الأولاد والله العظيم أنا تتنازل عنه، الأم ما تقلت تنازل على الأولاد، أنت عفتينه إيش تعملين بالأولاد؟ خلاص اتركيه، خليهم يتجازون بينه، خليهم مجبورين بينه، احنا ما مجبورين بينه. تاخذ بنته وتمشي وتعوف الغجال والله، ونظراته بعد يعني الزوجه والولاده ترغبهم وتغيدهم، بس بسبب الاهل منعوها عن زوجها، منعوها عن اطفالها، تستسلم للامر الواقع وهذا. وتقول كيف اعمل؟ هل هذا هو جهل نعتبره؟ ما جهل، انا ما قلت لي جهل، الاهل ما جهل. تعتبر؟ انا حسب تحليلاتي وانا حداشه، خوف يعني القلق من طرف يعني الاهل. يعني اكو مثلا تهديد او رعب؟ لا 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 لا، خوف الاهل وقلق، يعني يقلكي لا اخاف ارجعه، لا تصير بعد مشاكل، لا اخاف ارجعه يضغبه بعد، لا خلي اقطعه واطلقه واجيبه قاعده عندي بالبيت افضل ما تستمر مشاكل وادور غاصي. خوف وقلق زايد. نعم. يعني اكثر من حد. انا هذا قلكي خوف الاهل وقلقهم على بنتهم او ابنهم بسبب هذا الشيء. نعم. العفو، اكو حالات اذا تسمحي لي. نعم. اكو حالات ماديات تلعب دور في حاله الطلاق. واساس اساس الخراب هي من ام الزوجه بالدرجه الاساس. يعني انا مره قبل يمكن سنتين احد القضاة الشرعيه من جماعتنا خابرني، قال لي تعال شوف عندي المهازل. الزوجه ام الزوجه واقفه بالباب مع القاضي، والزوجه كل ساعه تلتفت وتضحك على امها. هي كلها قانتها. انه انت تطلبين الطلاق ليش؟ لان تتطلق من هذا الزوج الثاني حاضر يطعيها فلوس، يعني شلون سلعه تباع وتشتري بالهذا. ولهذا الشحيم مثل ما يقول يا انت ليش تسوي؟ تطلع شتى الاعذار الواهيه، مثلا انتم خواتي انه فلان شيء كذا وما يقوم بواجباتي ما هذا. زين، هذه حاله تؤدي الى الطلاق، سببها الاساس هو ام الزوجه. نعم. أم الزوجة لها تأثير أكثر من أم الزوج. هاي حالة من الحالات. لأن هي اللي راح تأثر طبعًا إذا كان الطلب من الزوجة. نعم. نعم. إحنا نكمل حديثنا أستاذ محمد وأستاذ أماني بعد ما ناخذ فاصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل وراجعين. مشاهدي الاعزاء رجعنا لكم بعد الفاصل، رجعنا نكمل ويا ست أماني واستاذ محمد. حكيتونا عن عده اسباب وكثيره هي الاسباب، لا كثيره لا تعد، رئيسيه واكو ايضا ثانويه من مواقع التواصل الى اخره. نعم.
اذا جينا على مواقع التواصل هسه حاليا احنا نعرف احنا بعصر التكنولوجيا ومواقع التواصل صارت مهمه جدا، فهل هي تاثر اثر كبير جدا على حياه الازواج؟ نعم تاثيرها جدا قوي. نعم وسائل التواصل الاجتماعي يعني خلينا نقول من يعني ظهر هذا الفيسبوك وهذا نعم. يعني ايش نقول، خرب الافكار، شتت الافكار، العائله تفككت، الزوجه ما تدير بال، ما تلتفت لبيتها. نعم شوف تركي عندها شخص اخر على علاقه معانا، او احتمال الجروبات الموجوده والفيجات والتصويرات، الاطفال مهملين بالبيت، ما قلبه ما على بيتها. تمام وكثير حالات نشاهدها مرات بالمسلسلات. صح نعم صح. فهذا وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير. تمام بهجمان البيوت. ايه صح. يعني نحن ما اضيف على الاستاذ هوني يعني حتى ما عنده يعني انه هي عندها علاقه مع زوج، لا هاي وحده كذلك، او عندها جروبات مثلا تصور تصوير كميك اب وملابس وهاي ملتهيه انه تصور وتنشر، وبيجات على تواصل مع بيجات، او هي تصير مندوبه وتبيع وتصير يعني تريد تشتهر. نعم تجيب مثلا قول اكثر عدد لايكات، هاي الاشياء يعني يصل لصيغه انه اكثر شيء تريد تشتهر تريد تصير يعني، ولا ناظره لا على بيت ولا على اولاد ولا كل شيء، كل شيء يعني هامله بيتها اولادها زوجها كل شيء. نعم اهم شيء عندها هذا الشيء. يعني اذا اكتشف خيانه زوجيه يقدم، لازم اللي تكون بسكرين مثل ما تحدثت الادله. اهم شيء بالخيانه الزوجيه يقدم الادله، العفو مثل ما تفضلت، شهود والادله الثبوتيه، يعني مثل ما يقول تسجيل صوتي، يعني تسجيل صوتي قد تكون عنده صور، صور موثقه. هذه اسباب يعني ماديات، هذه قدمها للمحكمه والمحكمه تاخذ بيها تنظر بيها تاخذ بيها، تلجا الى الطلاق. نعم يطلع عليها اكو منه، حتى يعني انا ما اخشى يعني الزوج مثلا من الصيغه ما في الزوجه دائما يطلب انه تكون الجلسه سريه حتى يوضح كل شيء للقاضي. في الجلسات السريه جلسه يصور التسجيل الصوتي يبينه للقاضي، الرسائل اكو يعني رسائل بها صور وشيء يعني ما حلو، فدائما تكون الجلسه سريه حتى يوضح ويقدم للقاضي ويتاكد يعني انه اكو اثباتيات يعني كلش قوي. نعم حتى يطيق يثبت الزوجه هذا الشيء. سيد أماني، إذا حدثنا عن زواج المبكر أو السكن القصري مع العائلة، هل لها أيضا تأثير على الزوجين؟ نعم والله، نحن هسه بالوقت الحاضر هسه الزواج هذول المبكر حتى القاصرات يعني ترشعين تبطلها من المدرسة، وهي مع العلم إنه هي مستواها التعليمي مليح وتدرس وهي بطلت زوجتها، لا احسن لها دراسه ايش تعمل، انه من وين التعيينات، وحاليا الدوله ماكو تعيينات، خلي تنستر ببيت زوجها وهو يصرف عليها. شرط الشروط اي نعم شروط هذا الملبس والذهب، نحن لا بس نحن شرطنا سكن مستقل. طيب ليش سكن مستقل؟ هو ما عنده امكانيه، ومجرد لو كانت العائله ام واب فقط، وهو هو الولد وحده، لا تطلب نعم. انه لازم بيت مستقل للام، هذا الشرط يصير من الام هي اهل البنت، او هي البنت تشرط انه انا لازم شرط مستقل. هذا ماكو يعني هسه بهالوقت مجتمعنا الكل تطلب بيت مستقل. ليش البيت المستقل؟ على انه والله انا ما اخذ راحتي من ملبسي وطلعاتي وجياتي، او انا ما هذا يؤخذ به نظر للطلاق؟ ايه لو لا نعم يؤخذ اشون يعني ايه، وانا الا يعمل لي بيت بوحدي يعني انه انا يعني خلينا نقول طلبات تعجيزيه تعجيزيه ما لها داعي اصلا، طلبات تعجيزيه تطلب الزوجه اي ما لها داعي، فهذا ما يقدر انه هي ايش تطلب، مقدرته ما توفر هذا الشيء، مقدرته الماليه ما تقدر، خاصه سيما انه اذا كان الوضع الاقتصادي مهم جدا، العامل الاقتصادي ولها تاثير ايضا، تاثير نعم العامل الاقتصادي يلعب دور، الوضع الاقتصادي يعني هو ايضا يسبب حالات الطلاق اللي موجوده حاليا. والله بالدرجه الاولى الوضع الاقتصادي انا اثبت يعني مثل نسبه البطاله مثل ما نشوف البطاله كل شيء، البطاله عمرت على مقنع يعني كثير اكو بطاله. العفو والخريجين يعني اللي ما قد نتعين لحد الان قاعد هو خريج تمام، بس ما متعين، يشتغل حاله حال عامل وكاسب وما عنده مقدره ماليه، بينما هي تنظر انه هي اذا صديقتها او زميلتها متزوجه، هي عندها صديقتها موظفه وزوجها زي موظف، يعني ليش لكن انا زوجي اشكل ما موظف، يعني حزازه تشكل بين الفروقات الاجتماعيه قيد اي زين المستوى الاجتماعي. نحن لو نقسم المجتمع على ثلاث طبقات، اذا هي كانت بالطبقه دائما المتدنيه تطلب الصيغ، لا تريد
خلي اتطلق ما يخالف، بس انه يكون يرتفع مستواي الاجتماعي، اصل الطبقه الوسطى والطبقه العليا، ما يخالف استغنى عن زوجي عن بيتي عن اطفالي كلهم اعوفهم ما يهمني، امشي انا اصل اصير انا على شيء اصير. وضميرك يا ضميرك انه يصحى عندك طفل ولد، نفس الشيء الزوج. انا ما اعكس، انا ما احكي عن المراه فقط، لا الزوج نفس الشيء. يعني اذا كان يرغب لا خلي اطلق، او اخذ زوجه لا هاي عنده فلوس هاي ما عنده. يعني انا هم اكون من اللطافه يعني حتى ياخذ مثلا زوجه مثلا عنده راتب زوجه مثلا نقول سريع عنده موظفه او عنده ورث او عنده مال افضل مطلق هاي زوجتي. طيب انت عندك خمسه سته من هاي الزوجه ما يهمه مالي، انا هاي عندها راتب تفيدني، عندها راتب وتقدر مثلا ثريه تصيغ ثريه غدا تعطيني وعملي عمل بسبب مثل ما تحدثنا الوضع الاقتصادي الموجود. إيه يعني انا ذكرت لك طرفين هسه، يعني من ذكرت لك عن الزوجه شلون، وسعد ذكر لك عن الرجال هم يعني الزوجه شلون. نعم. الطرفين لا. انا ما اخلي ذنب على شخص معين يعني كمراه او زوج، لا انا على الطرفين احكي. نعم استاذ محمد. نعم. طيب شنو هي المعالجات حتى نخفف حالات الطلاق؟ والله المعالجات حتى نخفف حالات الطلاق مثل ما يقول التوجيهات، المحاضرات مثل ما يقول محاضرات، يعني مثل ما يقول تفتح انه يبينون انه حالات الطلاق حالات مثل ما يقول حالات سلبيه بالمجتمع. شنو نقول مثل ما يقول ما يعني سوق عوائق يعني فيما بعد، يعني ايش راح تسوي تعمل فيما بعد عوائق تصير يعني الاعلام انت طلقت من التواصل ايضا يعني العوائق ايش تعمل بيكم انتم يعني الاطفال كمان. محاضرات باستمرار لازم المحاضرات هذه المحاضرات تكون بس فقط يعني بالمجتمع لو مثلا بالمدارس والله ايضا يعني يكون بكل مكان بالمدارس بالمجتمعات هذه ايش بالجامعات ايضا يعني ثقافه يعني توعيه مثلا توعيه قانونيه توعيه قانونيه قانونيه نحن يعني اصلا كان حتى المجلس النواب اكو احد يعني النواب اقترحوا انه يخلون ماده القانون تدرس يعني من الصف الابتدائي الى الاعدادي. قانون اقترح بمجلس النواب بس لحد الان ما تم المصادقه عليه. نحن هي يعني ماده القانون اساسيه يعني اساسيه مثل ما يعني تحدثنا انه توعيه اكو الامراه لما تصل المحكمه تصل تعرف انه الحضانه لها تعرف انه يعني هي ما تعرف انه يهددها باطفالها 24 ساعه مثلا تجينا على المحكمه كشه ما تعرف تتحمل الضرب تتحمل من العنف حقوقي اشنو على الحقوق اللي لها والحقوق اللي على زوجها كشه ما تعرف تجهل. نحن لو كان اكو ماده من الابتدائيه لو نقول والمتوسطه والاعداديه هي تعرف ودارسي تعرف انه هي اذا تزوجت شلون واذا طلقت اشنو لها حقوقها والولاد مصيرهم لها شلون واذا كانوا للاب شلون واشنو الخلع واشنو الطلاق واشنو التفريق واشنو الحضانه واشنو المصوغات الذهبيه دعوه واشنو الاغراض الجهازيه هل هي تاخذ دعوه انه تاخذ. هذه هسه نحن يعني هي متعلمه دارسه. انا اقول لك دكتوره والله هي دكتوره بس يعني تجي ما تعرف هي تتطلق هي وزوجها بس ما تعرف ها خاف اولادي راح ياخذهم ها ما اعرف ايش. نحن لو عندنا هاي مادة قانونية منفذة لو تدرس نعم. تدرس نحن يجي تجي هي حتى لو كانت من الأرياف من القرى تجي بس هي تعرف دارسة قلت لي أنا أعرف أشون. وهذا أصلا الدراسة راح يقلل والله أنا أشهد أنه يقلل من نسب الطلاق. نعم لأنه هي تقول لا ليش أنا درست حسب ما علمته نعم. حسب ما درسته أنه أنا بالقانون كان يعني مادة قبل كان عندنا مادة الأسرية هم الأسرية كان إيه شوية أوجه هم توجه نعم. والله كثير يعني توجه لها دخل دور كبير العفو والله نحن نطالب يعني بس هسه اختفت عندنا يعني احنا نحتاج تقريبا اختفت العدم جديدة العدمت نهائيا يعني كان هاي كثير لها دخل التوعية يعني مثل ما يقول تنبه على أشياء مثل ما يقول لكن مرور الزمن هسه تقريبا مختفية تماما مختفية نهائيا فعيجهل أكثر المجتمع حتى إن كان متعلم عيجهل. لو يطالب يعني المجلس النواب والنواب إنه ينفذون مادة ما نقول مادة قانونية أسرية خلي رجعوها هي نفس الأسرية ومن بس أضيف مواد بس أضيف المواد إنه أنت من تزوجين أشنو الحقوق اللي على الزوجة وأشنو الحقوق على الزوج والأطفال على منه يعني توعية من ليش هسه نسب الطلاق على الزيد. لو نحن عندنا التوعية من الصغر لحين البلوغ سن الرشد والزواج كانت تقل تقل نعم. كثير حالات الطلاق توعية من البداية نسب تقل بس ماكو هذا الشيء توعيات ماكو. فنطالب يعني حتى هسه إذا هاي المجلس
منظمات اجتماعية شيء، يعملون مؤتمرات شيء للنساء وللرجال توعيهم على هذا الشيء، يعني مو ضروري والله. قبل فترة تقرير نسب حالات الطلاق اللي حدثت بالعراق وحصرا بالموصل صح وبالسعودية يمكن بالرياض حدد هالمحافظتين، محافظة الرياض والسعودية ومحافظة الموصل في العراق صح. أكبر نسب حالات أكبر الطلاق وأنا نعم. قريته موجودة عندي يعني باللهب. هل هو السبب أيضا إحنا الحرب اللي مرت نعم هم كان لها دور؟ والله دور يعني كبير. بعد داعش مع الحق بالداعش تنظيم إيه. التحرير إيه. إيه بعد التحرير يعني نشوف إنه يعني بدأت الحالات، لأن بعد هذا الشيء قبل ما كان عندنا حالات طلاق. لا كانت نسبة حالات الطلاق قليلة قليلة بس زادت واستفحلت في الفترة الأخيرة بس هو أقصد إنه الحرب أيضا إلى يعني من أسباب مثل ما تحدثنا الحرب. دخول التواصل الاجتماعي أكثر والتطور التكنولوجي كله اللي دخلت لنا دخلت بعد أشكال يعني كثيرة مثل ما قلتي من ناحية الثقافة ثقافة المستوى التعليمي والهاي يعني جزء هم أذكر لك يعني مثلا عندنا الزوج والزوجة مرات يعني هي تشرط علينا وهي انه هي عاد تدرس تشرط علينا انه انا ما يخالف اوافق بس اتخليني اكمل هوني من يمنعها هي تمتنع وتظل تترجى الزوج انه بلكي ترجعها وتدرس ترغب نعم اي او هو يريد يرغب الدراسة ويعمل بس هي تقول له لا روح اشتغل وجيب وعمال وهاي نعم فتمنع هذا الشيء ف هذا ايضا يكون سبب نعم اي وهسه حاليا هذه فيما بعد الاحداث اللي انت عم تقولين تذكريها اصيغ حالات الطلاق نحن تكتفين يعني نسب كثيره استشهدوا يعني ازواجهم او زوجاتهم استشهدوا فيعني نسب عاليه هسه فتخشعين يعني او هي موجوده او مثل ما قال صاغبينه مرض بسبب العرب او نعم اعاقه نعم صار عنده مثل ما ذكر هوني او هي صاغبيها يعني انا حسب بالمحكمه يجونا يعني نساء يا ايده غيحه يا متشوهه محروقه ايه جاز زوجها يطلقها يعني دحقي اهم الاسباب اللي احداث اللي صارت يعني التشوهات اللي صارت نعم والاعاقات اللي صارت هذا تحدثت يعني مو بس الاسباب الاقتصاديه انا بقول لك في الحرب الاخيره ايضا الحرب الاخيره اذا كان هو معاق قلت انا عاد اعجز معجزة انه اقيم بواجباته وانا تعبت وما اطيق اريد اتطلق ما اريد انا عاجزه انه اشيله بالنسبه لوزي هم يقول لك انا مثلا الحرب هم ليش سببت المواد والحروب يعني هاي الصواريخ والتتافين حتى المواد الكيميائيه انا كثير نساء ساتم والله العظيم عن الانجاب نعم اصلا نعم زي يعني ما عي صغله طبعا هي صغيره بالعمر الزوجه جديد من زوجي ماكو عنده انجاب يجي يقول انا اريد اطلقها ما تنجب زوجتي ارغب بزوج ليش هاي هم مسببات كبيره طبعا سببت الحرب كثير اشياء طبعا عفوا عندنا حاله من حالات الطلاق غياب الزوج عن زوجته فيعني هجر او عافى وطلع هذه الحاله غاب عن زوجها سنه سنتين ثلاث سنين من حقها تطلب الطلاق نعم قبل كان 5 سنوات هسه يمكن القانون صار تعديل عليه انه 3 سنوات صح. اذا غاب الزوج عن زوجته لمده 3 سنوات وما تعلم يعني مكانه يعني عادي بالمحكمه تطلب الطلاق إيه بالمحكمة تطلب الطلاق ويتحقق المحكمة و إنه مجهول الإقامة مجهول محل الإقامة تنشرب جريدتين محليتين الجريدة الرسمية هذا هم سبب من أسباب الطلاق مسببات كثيرة للطلاق مفقودين كثير أمغا حلنا أختي تعرفين شهداء مفقودين كله ومصابين نحن كله هاي هم مسبب لها أكو تجارب ناجحة بدول الشرق آسيا ليش يعني إحنا مجتمعنا ما يقتدي بها مثل يعني نسوي إنشاء معاهد متخصصة قبل الزواج إنه يخلطون بيد خطيبين حتى يتعلمون السلوك نعم. المرحلة المقبلة صح. احنا عندنا ما يعني ماكو هذا مقترح عندنا ما موجود لا نعم. بينما احنا ما موجود بس اقصد انه اكو مقترح والله هي يا ريت لو المقترح يصير كثير كثير تخفف من نسب حالات الطلاق نعم. لكن اصلا نظرة لهذا نعم. الشيء ماكو مجرد نظرة نقول بينات يعني نقول يجتمعون لو ينظرون لهذا الشيء نسب الطلاق مثل ما ذكرت صار عالية لو ينظرون يجتمعون يعني عندنا مسؤولين أو أي أحد بالمجلس إنه هذا سبب يشكلون هاي المعاهد ليش حتى يقللون من النسب اللي نعم. عالصيغ عندنا يعني بس هي أصلا ما منظور بها ولا مطلعين على هذا الشيء مطلعين. يعني إذا كان أكو هذا الشيء نشوفه يقل يحد من إيه هذه الظاهرة ماكو عندنا معدوم ماكو معدومي هذا الشيء إيه إحنا ذكرناك يا المعاهد لو تنفذ
المادة القانونية إذا دخلت في التدريس نعم والتوجيه يعني تقلل تقلل كثير. عندنا احنا دور المرشد التربوي. ايه المرشد التربوي الأهم أيضا له دور يعني يقدر مثلا يتكلم عن هاي الأمور. أكيد احنا دحقي هم نفس الشيء. أنا هم أضيف يعني عندنا هذول الخريجين يعني هاي المرشدين هذول. هسه البحث الاجتماعي نحن بس نلقينه بالمحكمه. بالمحكمه نعم. بالمدرسه ماكو باحثه لا اجتماعيه. لا ماكو نهائيا. المفروض لو كان اكو هي الباحثه الاجتماعيه يعني لو موجوده بالدوائر بالمدارس بالجامعات يوفروها يوفروها هي حتى لو كانت خريجه قانون او اجتماع او اي شيء. نعم. يوضعوها توجه وتوجه يعني البنات حتى هذول يعني سن المراهقه هاي الفتره اللي مثلا البنت تكون يعني عقله بعد يعني ما قد نضج كلش فمن يوجهوها الاهل انه نحن راح نزوجك بجوز هي بتجي بالمدرسه لو تحكي للباحثه الباحثه شويه توجهها توعيها توعيها راح تمتنع راح تغير شويه تغير من تحكي لا انا خلي اكمل افضل بخاف اتزوج واتطلق يعني افضل لك. هم الباحث الاجتماعي العام خليها حصرا بالمحاكم بس نعم. بالمحاكم ايه ما منفذه لو نحن نقترح لو ينفذون هذا الشيء راح نقلل من مدارس وكليات انا قلت مدارس وكليات وحتى بالمحي الاميه بالمحي الاميه بالدرجه الاولى مهم جدا اي نعم. لو يبحثون يوضعوها من سهلي. ست اماني واستاذ محمد قبل ما اختم برنامج مختصر المفيد احب اسمع منكم كلمه اخيره توجهوها او رساله. والله استاذ محمد الرساله احنا في موضوعنا صلب نعم. الموضوع عن الطلاق يعني خلي يصير مثل ما يقول من جانب يعني ما يصير تسرع حالات الطلاق يعني الطلاق ابغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. الطلاق يعني هدم العائله يعني هجمان بيت مثل ما نقول بالعاميه العائله تنهدم بالطلاق. نعم. ف مثل ما يقول لا يعني يتريثون بالطلاق والطلاق مثل ما يقول انعكاساته على الاطفال والعائله تتشتت. فانا اقتراح يعني مثل ما يقول التريث في موضوع الطلاق والتوعية والمحاضرات هاي لها دخل أساس مهمة جدا في هذا الموضوع العام. مهمة جدا. أنا نصيحتي أنه أنصح المرأة تتحمل حتى إن كانت تقول أنا طاقتي ما تتحمل لا تجبر نفسها تتحمل على كل المشاكل إذا كانت مشاكل وعواق مالية من طرف الزوج أو مشاكل يعني عنفية تتحمل الخاطر الأولاد يعني أكو زوجات وأنا أعرف ومتأكدة أنه هي باقيين مع الزواج بس الخاطر الأطفال هذا الشيء عظيم وأجر عند الله كبير فيه نعم. كذلك هم الزوج إذا كانت زوجته يعني هي هم يعني عصبية أو حالتها يعني النفسية تعبانية ضغوطات الحياة هي من تجي لازم يتحمل تنازل التنازل بين الطرفين بين الزوجات تستمر الحياة الزوجية نعم. بس التنازل بيناتهم اما انا ما اتنازل وانت ما تتنازل هاي تخلق مشاكل تستمر المشاكل اي نصيحه للزوج والزوجه تحملوا بعضكم هاي الكلمه بس بين قوسين تحملوا بعضكم. شكرا لكم حيل يعني كان موضوع شيق ومهم جدا يعني هذا الموضوع احنا بمجتمعنا لازم يتسلط الضوء علينا نعم. كل فتره لين نشوف احنا ما نريد مجتمعنا يكون كله تفرقه ويصير مثل ما تكلمنا انه الاطفال هو يكونون الضحيه الضحيه الاطفال نعم راح يكون نعم. مشرد انفكاك الاسري صح. احتمال يصير مجرم صح احتمال صح. يصير سارق نعم نعم. شكرا لكم وان شاء الله اتمنى لكم الموفقيه شكرا لك استاذ امان اهلا بك. مشاهدينا الاعزاء وصلنا الى ختام برنامجنا المختصر المفيد بعد ان كان ضيفه حلقتنا الست اماني العبدلي الحقوقيه واستاذ محمد زكي قاضي ايضا. عنوان حلقتنا كان عن كثره حالات الطلاق والتعصب بالمجتمع في نينوى والمطالبه بمعالجات جذريه للحد من هذه الظاهره. انتظرونا في حلقات قادمه ولا يسعنا الا ان نشكر كافيه سيو على حسن الضيافه. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل والى اللقاء.